بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الإسكان لتسجيل بيانات الحاجزين في العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لحجز 2048 وحدة سكنية كمرحلة أولى، بلغ نحو 130 ألف شخصا في اليوم الأول لبدء التسجيل على الموقع، وذلك بحسب رصد أحد المواقع المتخصصة في تحديد واستكشاف أعداد الزوار لكل المواقع على الشبكة العنكبوتية حول العالم. فاصل مشاهدينا ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة، والناس تابعونا.